بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد في إطار السلسلة ديال الإسلام بين الدعوة والدولة، عندنا واحد الموضوع تحت عنوان وجه التشابه ما بين المخزن ونساء النار. غادي نخرجوا فيه على المعهود ديال دقيقه جوج دقائق ثلاثه دقائق، لان الامر تيطلب منا باش نوضحوا شي شويه. وهذا الشيء هذا نتيجه ديال الملاحظات ديال الناس في هذاك الكومونتير اللي تيكون تحت من هذاك الفيديوهات، هذاك تنستافدوا منه، اما تيعطيك المستوى ديال هذاك الطرف الاخر فين فهم، واما تيعطيك شي فائده اللي تزيدها لراسك، والشيء الاخر راه خلاص ما نهضروش عليه. فلهذا الان غادي نشوفوا الحديث علي بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت معنى تشوف، هذا تيتسمى مبني للمجهول. وعندنا الرؤية فيها بالألف وعندنا فيها بالتاء. الرؤية بالألف هو المنام، وبالتاء هي الإبصار، وهذا تيعني الإبصار. تشوفت أي شوف لي الله عز وجل النار. فإذا أكثر مالها النساء يكفرن. الرسول صلى الله عليه وسلم خلى الجملة مسترسلة، يكفرن. الصحابة فهموا يكفرنا بالمعنى ديالها الشرعي، لان الكفر في المعنى ديالو الشرعي هو الذي يخرج من المله، وعندنا الكفر في المعنى ديالو اللغوي اللي هو الستر. وتسمى هذاك الفلاح الزراع كافر، ماشي غادي يمشي لجهنم، لا، لان تيستر الحبه تحت الارض. كمثل غيث اعجب الكفار نباته، والمقصود بالكفار هنا اي الزراع. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم هنا صحيح الصحابة قال لهم ما تنقصدش أنا الكفر ديال العقيدة، وإنما الكفر اللغوي. هما قالوا أيكفرنا بالله؟ قال لهم يكفرنا العشير. العشير من المعاشرة، أي الملازمة، وما بين أن الزوج تيلازم الزوجة تسمى المعاشر ديالها. فلهذا تيتكلم على الزوج هنا، واي ملازم تيتسمى عاشير. لهذا سيدي ربي سبحانه وتعالى خاطبنا النساء وهو تيخاطب الرجال، قال: وعاشروهن بالمعروف ويكفرن الاحسان. ها السبب باش دخلوا لجهنم، جوج حوايج: ما تيعترفوش بالعاشير والاحسان ديالو، وما تيعترفوش بالاحسان عاما. ثم بدا تيفصل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لو احسنت إلى إحداهن. شكون هما؟ هادو اللي استحقوا جهنم بسبب هذا الخلق هذا. الدهرة أي العمر، ثم رأت منك، ثم تفيد الترتيب والتراخي. معنى بعد هاد الخير اللي درتي كاع كله مدة ديالو شافت منك، ماشي شي حاجة راه خايبة عند الناس، ولكن رأت منك شيئا. جاب هنا الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، وجابها نكرة ليفيد شي حاجة ولو صغيرة اللي ما مقداش مع المزاج ديالها. قالت، معنى هادو اللي تيستحقوا جهنم: ما رأيت منك خير قط. نفس كل شيء داكشي. هذا هو المعنى ديال الحديث. هنا هاد القضية ديال يكفرنا العاشير يكفرنا الإحسان، هو اللي كينوجه التشابه ما بين النساء ديال أهل النار وما بين المخزن، من خلال المعاشرة، من خلال المعاملة، بمعنى أنه تتمشي معها العمر كله مع المخزن، ولكن إلا بان لك شي خطأ بلغهم فيك، تيلوحوك وما تعترفوش بداك الشيء ونقربوا عاود. واخا غادي نطولوا في هذا الشيء نقربوا مثال. هذا واحد من المخزن في زمن من الأزمنة دار واحد الخطأ صغير، واحد الوزير، وعندو هذاك الملك اي خطا تيستلزم 10 ديال الكلاب تينهشو هذاك الشخص الاخر. فلهذا حكم عليه هذاك الوزير بانه غادي ينهشوه. قال ليه: يا سيدي الامير، واحد الطلب منك 10 ايام قبل ما تحكم عليا انا بهذا الاعدام هذا وبهذا النوع ديال العذاب. قال ليه: اش بغيتي دير به؟ قال ليه: اعطيني هذوك الكلاب انا ناكلهم ونشربهم. اعطاه 10 ايام وكل دوك الكلاب وشربهم، ومن بعد ذلك حيت لحق الاجل دخلوه للزنزانه وخرجوه ولاحوا عليه دوك الكلاب بعشره باش غادي ينهشوه، وما كلاوهش وما قاصوش، بل بداو تيتمسحوا فيه. بدا تيتعجب هو، قال ليه: شوف يا امير المؤمنين، كلاب حيوانات 10 ايام احسنت ليهم ما نساوش الخير، اما انا معاك 10 سنين ونسيتي كل شيء لواحد الخطا واحد الزله. هذا هو المخزن، باش ما غاديش يغتر شي واحد في التعامل مع المخزن ويقول راه سداو ليا حسنى، راه داروا ليا، راه كذا كذا، راه الا بان ليهم شي خطا غادي يلحقوا. نطلب الله عز وجل هذا الكلام بهذا التوضيح هذا، غادي يكون بلغ
الأعماق وبلغ للناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.